ولدت فكرة إنشاء مستشفى حرمون الخيري من قبل الدكتور مخايل إبراهيم شديد، وأنجزها بتبرعات مغتربين من وادي التين ومرجيون، وقدمت الأرض عائلة أبو الزلف المرجيونية ووهبتها إلى وزارة الصحة العامة. تم تدشين المستشفى في عهد فخامة الرئيس فؤاد شهاب العام 1960، وأصبح اسمه مستشفى مرجعيون الحكومة. بدأ العمل في هذه المؤسسة الصحية، وتعاقب على إدارتها عدة مدراء وجهات رسمية وحكومية، حتى احتلت إسرائيل المنطقة في العام 1978، فأصبحت هذه المؤسسة تحت نير الاحتلال وعبوديته كما كل الجنوب الحبيب، فانقطعت عنها كل علاقة بالدولة وكيانها. بعد انبلاج فجر التحرير تحررت أيضا هذه المؤسسة كما كل الوطن، إذ تم تحرير البشر والأرض من الاحتلال، فعادت إلى كنف الدولة اللبنانية الشرعية. بتاريخ 29 آذار 2001 حول المستشفى إلى مؤسسة عامة بموجب المرسوم الوزاري الرقم 5155، وتم تعيين مجلس إدارة ومفوض للحكومة ومدير للمستشفى، وبدأ العمل فيه من جديد. وعند إسلامنا لمسؤولية نهام بمستشفى مرجعيون، استلمنا مستشفى مقسم لعدة أقسام غير مترابطة وغير متواصلة مع بعض البعض، وكانت الأجهزة الموجودة فيها قديمة العهد. خلال هذه الفترة الانتقالية قدرنا تخطينا كثير من الصعوبات والمشاكل اللي عانت منها المستشفى، وهذا الشيء بيعود لدعم ورعاية من دولة الرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ومواكبة من قبل وزير معالي وزير الصحة دكتور محمد جواد خليفي، وثبات وإصرار الإدارة. فكان نتيجتها إعادة تأهيل لبعض الأقسام بالمستشفى، وهذا كان حسب قدرة إدارة المستشفى على الإنجاز فيه، وتجهيز المستشفى بأحدث وأدق التجهيزات والمعدات. التحدي الكبير للمستشفى ولدوره كان خلال حرب تموز، فكانت هي المرفق الطبي الوحيد الموجود بالمنطقة، وكانت هي عنصر أساس وعامل اطمئنان لأهلنا ولصمودهم بمنطقة مرجعيون. فقدمت علاج لعدد كبير من الجرحى، واستقبلت شهداء من أهلنا، وحتى من 4 شهداء من قوات الطوارئ الدولية عند ما تم استهدافه من قبل طيران إسرائيلي، وتم نقله لمستشفى مرجعيون. خلال حرب تموز، بالرغم من تقطيع الجسور وعدم وصول الأدوية واللوازم الطبية اللي كان بحاجة إلى المستشفى، واللي عانت معانيته من نقص بهالمواد والمحروقات لاستمرارها، كان يتم نقل هالمواد حتى عبر النهر. وبعد ما أرغمنا على الخروج من المنطقة ب 11/8/2006، كانت هديت العدو الإسرائيلي لمستشفى مرجعيون باستشهاد المهندس خالد عبد الله، اللي كان هو المحرك الرئيسي والعامل الأساسي بوجود المستشفى وحتى خلال حرب تموز. Thank you.
ولكن خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2008 حققت بعض الإنجازات على صعيد إعادة تأهيل كامل المستشفى بعد حرب تموز وتجهيزها تقنياً وعلمياً وعملياً وتحديد حاجة المستشفى الفعلية للموظفين من أصحاب الكفاءات العلمية المطلوبة والاستغناء عن من لا تتوفر فيه الشروط الوظيفية. نقطة تحول هامة حصلت على صعيد المستشفى تجلت في تعيين مجلس إدارة جديد بدءا من اجتماعاته الأولى بوضع خارطة طريق تؤمن في حال تنفيذها مسارا سليما للمستشفى. ولا بد من الذكر هنا أن جهات عدة ساهمت في تحقيق ما تم إنجازه، نخص منها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري ووزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار ودولة الإمارات العربية المتحدة والكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي وغيرها. النقل النوعي للمستشفى بإعادة تأهيل أو تجهيزها بالمعدات الحديثة ومستوى الخدمات الطبية اللي قدمتها من عمليات زرع مفاصل الصناعية وزرع قرنية والجراحة التنظيرية وغسيل الكلى، هذا بخلينا نطلب من المعنيين والمسؤولين أن يكون عندنا مبنى جديد، سيما أنه جميع المستشفيات الحكومية اللي أصبحت مؤسسة عامة بلبنان عندهم مبنى جديد مع تجهيزات جديدة.